ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الحوت، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل لايكاتكم حبايب قلبي وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. صورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، الكاشف، برد الحوت، الحظ معاك يا حوت، الحظ معاك يا حوت، شايف بدك تاخذ قرار مصيري يا حوت في تغير حياتك، يا حوت شايف عندك سفر مفاجئ، شايف عندك سفر مفاجئ يا حوت، عندك سفر مفاجئ، شايف بدك تاخذ هذا القرار ليك فترة. عايز تاخذ القرار ده ليك فترة، شايف بتتواصل مع شخص مهم بالخارج، وهذا الشخص يعني عايز يساعدك او بده يساعدك ويدعمك بامور مختلفة بالعمل خارج البلاد. شايف برضو عندك الوضع هنا المهني، شايف في باب الحظ والنجاح والاموال والعمل موجود وكبير باذن الله تعالى، لانك فكرت صح يا حوت. بعد التعب ومجهود، او بعد التعب والسهر واللي حصل معاك، لانك تعبت كثير وعانيت، ومجهودك ودراساتك، وصار وقت تقطف او وقت تقطف تعبك ومجهودك يا حوت، لانك بدك تنجح وتثبت نفسك اكثر بالسفر للخارج بإذن الله تعالى. شايف عندك كانوا معارضين وعندك دعم المطلوب من الأهل والمقربين. شايف الوضع المالي أمورك يعني تمام الحمد لله، هتكون بإذن الله تعالى. والوضع العاطفي، هنا صار وقت انك تحط مسمى للعلاقة العاطفية يا حوت، لان بدك تاخذ خطوة او عندك خطوبة بخصوص ارتباط مع الشريك. شايف فيه فرحة مع قبل الاهل او في البيت، في فرحة، لان شايف في فرحة عندك. شايف عندك هنا الفرحة دي هتكون في اهل بيتك، شايف هتكون في اهل البيت، لان شايف اهل البيت هيكونوا مبسوطين او ملمومين او اهل البيت مجتمعين. وشوف عندك هنا الفرحة في بيتك باذن الله تعالى. شايفك هنا قلقان على شخص، هاي شخص مريض من عائلتك، في شخص مريض او بيسوي عملية او يعمل اعادة عند دكتور مريض عن عائلتك، لا تقلق ان شاء الله راح يشفى بقدرة الله تعالى. بس عندك حسد شديد يا حوت، عندك حسد شديد من المقربين، مؤثر على حياتك كلها، مؤثر عليك على حياتك كلها، رزقك متعطل. شايف عندك نفور بينك وبين الشريك، شايف اي نفور ما بينك وبين الشريك. شايفك برضو فكرت بالانفصال، شايفك مو طايق اي شخص او اي حد. حصن نفسك جيد وحاول تخلص من هاي طاقة الحسد او طاقة العين اللي مأثرة عليك، هاي طاقة مأثرة عليك من المقربين، طاقة حسد شديدة، طاقة عين شديدة مأثرة عليك، حاول تخلص منها. هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو كلمة المزيد، دوس عليها تلاقي منزل لكم طرق العلاجات، وداخل القناة جميع الطرق، استرداع الزوجة، دلب الحبيب، رد المطلقة، كل هاي الطرق منزلها من قبل ليكم، وجميع العلاجات منزلها ليكم، لأن شايف عندكم البعض عنده طاقة أو عنده طاقة وسواس قهري مأثرة جدا عليكم، ما تستمع بالحياة أو مستمع لأحد، مش مستمع لأحد أو مستمتع بالحياة، ودايما الأفكار السيئة والأفكار السلبية وهي اللي مسيطرة عليك. عليك وعلى الاستغفار. يوجد هنا امرأة، هاي الامرأة معها بنت، او شايف اثنين امرأتين او امرأة وبنت، تريد اذيتك، تريد اذيتك باي طريقة، شكلها مثل الثعبان بتلف حواليك، حاول تلدغك او تلبعك او تأذيك او تسوي لكم طاقة سحر. هاي الامرأة مش كويسة، خبيثة، أزياكم، وأنت تعرفوها، هي مقربة لكم وأنتم تعرفوها، هاي الامرأة قريبة لكم جدا بس حابة تأذيكم، مش كويسة.
شافك انه مصدوم من شخصية بيتكلم عنك. هذا الشخص انت ما تتوقعش انه هيتكلم عنك بهاي الكلام السيء، لانك انت ما عملتش معاه حاجة وحشة او ما اذيتوش باي شيء، مع انك انت بتحبه واعطيته كل الخير وقفت معاه كثير، لكن ما كنتش متوقع انه هذا الشخص راح ياتي في يوم من الايام ويتكلم عنك بالسوء. أرى برضو هنا حصل انفصال أو حصل ضغوطات أو حصل نفور ما بينك وما بين الشريك، بينك وبين الزوجة أو الزوج، حصل ما بينكم انفصال بسبب معاناة أو بسبب هي السحر التي تسويه لكم القريبة. هي مش سحر، كذا سحر عملت لكم هاي القريبة سببت لكم هاي المعاناة، لأن أنا شايف حصل ما بينكم هاي الانفصال أو النفور أو بلوكات، شايف صلح ما بينكم وبين الشريك، لأن أنا شايف الصلح والرجوع إن شاء الله للمنفصلين. هذا واللي بيفكر في الانفصال بالضغوطات ما هزم من طاقة العين والسحر أخواتنا في الله، هي اللي عاملة لكم هاي العراقيل، فبلاش تاخدوا قرار في الانفصال أو في الانبعاد، لأن طاقة السحر والعين شديدة. ربنا هيطلع لك الخير وهيطلعك من وسط هذا الأزمات ومن هذا السحر بإذن الله تعالى. حتى لو انت مش شايف الخير ده او مش شايف الفرد، كلما ضاقت فردت راح تطلع بإذن الله تعالى من هذا الطاقة السلبية. صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة من حيث لا تجري، من حيث لا تجري بإذن الله تعالى. استعين بالله وتوكل على الله وكل شيء راح ينحل، لأن شايف هتنصدم بالفرحة، في مفاجآت في إيدك راح تمسكها خلاص في إيدك بإذن الله تعالى. راح بس هنا شايف حاول تخلص من طاقة السحر، لأن هنا هاي الست بتدور على أي شيء يحرق دمك. عاملة لك بطاقة السحر بالوقف في الحال والعراقير كتير كانت في حياتك. حاول تخلص من طاقة السحر، حاول تخلص منها بإذن الله راح تفتح لك معاك كل شيء، لأن أنا شايف في خبر كتير مفرح هيديلك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع. عندك سفر او انت بتتمنى تسافر، او انت بتتمنى تسافر، شايف عندك السفر. انت هنا بتفكر تفك السحر باي طريقة اللي عندك، وعارف انك عندك سحر واحلمت او رأيت في منامات تؤكد ان عندك سحر، رأيت ثعابين، افاعي، حيات، اسود، نمور، وحوش، ارانب، فيران، قطط، رأيت اشياء كثيرة بتحاول تأذيك، رأيتها في المنام، ومؤكد ان عندك سحر، مؤكد وعارف، وحاول انك تفك واحذر من هاي العين الحاقدة. الست هي حاسدة حاسدة حاسدة، هاي عين حاقدة حاسدة الذي تعرقل برضو حياتك، لان شايف مزادك اليومي تعبان، مخنوق، مضغوط، هناك اشخاص قريبة منك حاسدين حاقدين يكرهوك، أصابوك بالعين كثير، ولكنهم يشعرون هاي الناس بنقص، يشعر انك تمتلك ما لا يستطيع ان يملكه. العين مسيطر عليك في الحركة والعمل والسحر، مسيطر عليك برضو في الراحة والحب، دايما تشعر بالكسل وعدم الراحة سواء في النوم او فعل الاشياء والتعطيل، حتى في العلاقات ما فيش علاقة معك مكتملة، تشعر بالألم، عندك تساقط في الشعر، تشعر بالألم في الرأس والمفاصل، وخصوصا هي الفترة، هذا الفترة، وهذا الشخص قريب منك جدا وبجوارك، بجوارك هذا الشخص، ربي يحفظكم منه، هذا الشخص الأناني أو هذا الست المؤذية، لكن الحظ معاك بإذن الله تعالى. الحظ إن شاء الله راح تفتح ليك، لأن أنا شايفك عايز تنقل من المكان اللي أنت فيه، عايز تنقل، لأن أنا شايف في تغير جذري أو تغير قادم ليك، لأن في مفاجآت ليست في حسبانك وضربة الحظ والمال، لأن هنا ألقاك بلقاء أو بتلتقي بشريك عاطفي، هيكون بينكم حب وبداية حب إن شاء الله، أبشر بإذن الله تعالى. شايفك هنا إن أنت بتمتلك شيء جديد، راح توثق عقوده،
بإذن الله راح تمتلكه، هتنقل من السكن أو من المكان، أو إن شاء الله تنقل لبيت الزوج أو بيت العريس أو بيت الحبيب إن شاء الله. شايفك هنا في شخص عايز يردع لك ويصالحك، حصل ما بينكم تطش أو حصل ما بينكم انفصال أو حصل ما بينكم مشاكل، هاي الشخص عايز يردع لك، عايز يردع لك الشخص ده. شايف إن البعض برضه بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، إن كانت ورث أو أشياء، في مستحقات قديمة بتطلبها، انتصارات قانونية في المحاكم راح تكون من نصيبك إن شاء الله. في نجاح مهني وأموال، راح تنسيك شريك نرجسي وراح تخرج من علاقة سامة، علاقة كانت سامة تعباك عاملة لك ضغوطات راح تخرج منها. شايف هنا للبعض ارتباط، شايف في عرض ارتباط قدامكم أو زواج، هذا من شخص قريب منك، هذا الشخص راح يحصل ما بينكم ارتباط أو زواج. شايف برضو هنا في ناس دخلت او هتدخل حياتكم هتأثر عليكم بالخير، بتتمنى لكم الخير، هتأثر عليكم بالخير وبتكون بسبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك. شايف برضو للمبتعدين حصل ما بينكم تخاطر او سحر جلب الحبيب او تخاطر او تواصل روحي ما بينكم. هذا شايف برضو بينكم زواج، برضو للبعض المبتعدين عن الشريك هنا أرى في بعد جسدي أو روحي، رغم إنكم في مكان واحد، مكان واحد بيجمعكم، لكن شايف الشريك أو العلاقة الزوجية وهذا بسبب السحر، حصنوا نفسكم وحافظوا على هذا اللي عندكم، الطاقة النورانية حافظوا عليها بالذكر وبالصلاة وبالاستغفار وبقراءة القرآن كي تقوى هاي الطاقة النورية وتخلص من هذا السحر بإذن الله تعالى. للعزاب هنا في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، وللبعض ماضي هينقفل وأنت صاحب القرار، صاحب القرار. أنا شايف انك بتكون سعيد ان شاء الله في البداية او في المكالمة اللي انت منتظرها، لان اراك منتظر مكالمة او رسالة من شخص، هاي الرسالة راح تفرحك باذن الله تعالى وتطلع من كل العراقيل اللي حصلت معك. نادي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تقضي حاجتي لي ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأكثر من قراءة سورة الحديد بنية الفراد وفتح الأبواب المغلقة، وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من الحسد أو من تعطيل أو من كل شيء، هسيب لكم تحت الفيديو كلمة المزيد، هتلاقي سايب لكم اللينكات وداخل القناة من قبل أخواتنا في الله، والرقم قدامكم واتس اللي عايز يتواصل مع المديرة وإن شاء الله يتواصل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه. لايكاتكم حبايب قلبي، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وانزل فيها التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين.